أكيد فرح رح نروح مع فقرتنا الأخيرة. أقيم المؤتمر السنوي العلمي 20 للرابطة السورية للجراحة العامة لنحكي أكثر عن القرارات والمشاكل وأهم ما تم معالجته خلال هذا المؤتمر. بصيرنا يكون معنا دكتور أحمد عرقسوسي أمين سر رابطة الجراحين. أهلا وسهلا فيك دكتور، أهلا يسعد صباحك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا. صباح الخير مرة ثانية يا دكتور، أهلا وسهلا فيك. بداية خلينا نحكي عن المؤتمر بالدورة العشرين وأهم يمكن الأمور والمحاور يلي ناقشها. نحن الخميس الماضي كنا مكتبة الأسد المؤتمر السنوي العشرين. هل نحن صار في لغط انه 30 او 20، المفروض يكونوا 30 مؤتمر ظروف الأزمة والكوفيد كذا، صرنا 20 مؤتمر بس. نحن كل سنة عادة رابطة السورية للجراحين العاملين بتساوي مؤتمر، وعادة بتساوي ندوة سنوية، يعني واحدة بتكون بالشام او حلب وواحدة بتكون بمكان تاني يعني لاذقية وكذا. هالمرة كنا بدمشق طبعا بعد انقطاع حوالي السنة بسبب أزمة الكوفيد. طبق المؤتمر لعدة محاور، كان في جلسة صباحية، أول شيء جلسة جراحين الشباب تقدم 8 حالات سريرية. هدول الحالات يعني معظمهم منشورين باسم سوريا بمجلات عالمية محكمة يعني ذات مصداقية معينة. قدمت محاضرة أنا حول ممارسة الجراحة بين الأخلاق والقانون، طبقنا بعض المشاكل الأخلاقية بممارسة الجراحة وموقف القانون منه وكيف الأطباء يعني إذا سمعوا مشاكل وكذا يحاولوا يضبطوا الأمور. كان في جلسة كبيرة موسعة كتير عن جراحة الثدي وسرطان الثدي بشكل عام، تقدم أهم المعايير العالمية المعروفة في تدبير سرطان الثدي، وكان في أكثر من دراسة محلية يعني كمان منشورة بمجلات عالمية وأكثر من بحث عن سرطان الثدي. الجلسة الرابعة كان فيها أكثر من محور، المحور الأساسي كان هو جراحة البدانة، جراحة غدود العفاج، أورام الكولون، وكان في الجلسة الأخيرة كان أكثر من منحة جراحة البنكرياس والدرق وشغلة تانية. تقدم بالمؤتمر 28 محاضرة و8 حالات سريرية، وحالة هي تبع طبعا الأخلاقيات. نعم دكتور أحمد، يعني يمكن خلال هاي السنة والسنة الماضية شهدنا كتير أوقات إقفال المشافي من استقبال بعض الجراحات، بنسمع مصطلح شيء اسمه جراحات باردة، بنسمع جراحات اضطرارية طبعا بسبب فيروس كورونا. فشو هل طرحتوا هذا الموضوع؟ لأنه هذا كان من أحد المشاكل، يعني في كتير أشخاص ناس عندها عمليات هي ما أنا معيقة للحياة ولكن هي معيقة لاستمرارية كيفية الحياة. تمام يعني. الحديث هلا هي كانت جلسة الأخلاقيات اللي حكينا فيها، كانت أحد المشروعات اللي كتير مركز عليها، إنه مثلا شخص كان لازم ياخذ لقاح وهو رفض بشكل صريح إنه ياخذ لقاح لسبب ما، احتاج لجراحة بافدة مثل ما عم نحكي أو لأنه احتاج لعناية مثلا لكوليس. المنطق هو رفض اللقاح، نحن حنقدم له خدمة مثل اللي أخذ لقاح ولا ما حنقدم له؟ أخلاقيا إنه هذا الشيء لا، هو المريض ما له يعني صحيح هو أخذ قرار بس نحن ما بنحاكمه على القرار تبعته، المفروض تقدم خدمة صح وفق كل المعايير الستاندر لازم تنعطى سواء أخذ لقاح أو ما أخذ لقاح. نحن بالنسبة للكورونا الكوفيد يعني في أكثر من شغلة، إنه جراحات بافدة أو جراحات ملحة، جراحات إسعافية. الاتجاه حاليا عم يصير إنه نحن كون الناس صار في لقاح اكثر في كذا، انه نخفف الاجراءات اللي كنا عم نحكي فيها، ولكن هذا بيتعلق بشغلتين، تواتر الاصابات اللي موجوده بالبلد واشغالات اسره العنايه. يعني احيانا بتضطري انت، نحن انه هالمشفى بدي احولها مثلا كلها تستقبل كورونا، فحضطر اخفف انا مثلا من استقبال الحالات. حالات زيارة الأعضاء كانت أول شيء يقولوا إنه هي ممكن تأجل، هلا لا صارت إنه ضمن كورونا وكلاته لا بتضل نفس المستوى تبعيته منها، ما في داعي إنه نحن نأجل فيها. أورام السرطان بتضل نفس يعني أورام السرطان حضنا على نفس المستوى، جراحات الغدود كذا حضنا نفس المستوى، هلا في جراحات بعد مثل تجميل أنف كذا شلون هي ممكن تتأجل شوي كذا شلون. طبعا مثل ما قلت لك يعني في شغلتين مش حال وبائي قديش حالة الإنذار قد عم نشتغل فيها. فترة من فترات نحن وصلنا للمستوى بي بالخطة تبعيته منا، فضل الله سبحانه وتعالى تسطح المنحنى وكذا ما وصلنا للمستوى السياف شلون. فيعني عم ندمج على الأمور إن شاء الله تكون بشكل جيد. نحن الفكرة الأساسية بالكورونا إنه أنت عم تشغلي القطاع الصحي بطريقة كتير يعني منهكة منهكة، يعني حشفنا أنظمة صحية أول منا إطار كذا أول مرحلة انهارت فلشوا انهاروا شلون. فنحن أنت يعني الكادر تبعيته منا محدود معين، في له طاقة معينة شلون، مشافينا عنده طاقة استيعاب. هلا مشكورين وزارة الصحة وكذا زودوا منافس، زودوا أجهزة أكسجين،
فيعقمها كمان عم يساعد كذا شلون يعني عم يخفوا شوي كذا شلون. بس انت اجمالا كادر الصحي منهك 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 عرفت كيف. فانت ما بدنا نزود انهاك تبعته انه شيء ممكن يتاجل او ما في الحاح عليه كذا يفترض يتاجل حتى تكون امور يعني مستوي شلون. هلا كفكره هلا حكيتي قصه نحن بس في نقطه كثير مهمه ناكد فيها كل مره بكل قصه شلون. لقاح الكورونا هو السبيل الوحيد حاليا ضمن ايدينا نحن لمكافحه هذا المرض. كيف لقاح ثم اللقاح ثم اللقاح. انا لقاح احسن لقاح بيصح لك تاخده هذا بيفيد. هل في خايف من شكل اثار جانبيه كذا؟ اثار جانبيه قد ما كانت لانفود لا تعادل 1% من انه واحد مريض انصاب او يحتاج عنايه لا قدر الله. وكثير مرضى اهاليهم شفناهم توفوا او كذا او صار ليش ما اخذ لقاح ليش ما توفى كذا. ما بدنا نحن نوصل نندم عندما لا تنفع الندامه. يعني خلينا نقول دكتور دائما الكادر الصحي من اطباء وممرضين وجميع الكادر الصحي ما في يقوم بعمله بشكل كامل من دون مساعدة ووعي المواطنين. قصة اللقاح سلمى قد حكينا فيها وقد نبهنا عليها وللأسف حتى لحد اليوم بنشوف ناس ممكن ما تلقحوا لسبب ما سواء قلة الوعي سواء رفض لمشكلة ما. فاليوم بنرجع وبنكرر على أهمية اللقاح لكل الناس اللي ما تلقحت يتوجهوا اللقاح بشكل مجاني ومتوفر بشكل دائم. أما بالناحية الثانية دكتور خلينا نحكي اليوم عن أهم المخرجات اللي طلعنا نحن منها في هذا المؤتمر ونسبيا قد ايه ممكن تطبق على ارض الواقع. هلا نحن في نقطتين. الرابطه السوريه بوقت من حوالي من 5 سنين اخذنا بشغله كثير يعني منحه ماشيين فيه وهي رساله عم نسلمها لبعض يعني جيل افجيل ما عادش اسمه. نحن بحاجه ببلدنا شلون وهي يعني بتكون هي اقل واجب نسويه بالنسبه لنا شلون ممارسه الطب وفق الطب المسند بالبراهين. يعني ما في انه انا اشتغل هالشغلة أنا رأيي هيك. في شيء بالعالم دراسات وكذا إنه هالقصة هي المشكلة بتصير هيك بتعملها 1 2 3 4 5. الخبرة الشخصية مهمة بس الخبرة الشخصية ضمن هالطب المسند والبراهين بتيجي ترتيبها 16. يعني أنت بتاخذ أول شيء التجربة المعشى شو اسمه أكثر من شغلة حتوصل آخر شيء إنه ممكن أنا هيك خبرتي. بس أما في شيء شو اسمه يعني فنحن هلا المؤتمر الماضي عملنا جايد لاينز كثير قوية مشيعات إنه لسرطان الدرق وأورام الدرق. هلا عم نحكي سرطان السدي فيها اكثر من مجموعه تعمل من اسمين عم يشتغلوا هلا مشروعات. نحن بدنا خلال 4 5 سنوات تكون هالمشروعات ممارسه الجراحه بشكل عام موحده في بروتوكول واضح بين الكل. هلا في شغلات بتكون مثلا شاذه او غير مالوفه نحكي ساعتها بالخبره شو رايك نستعين خبرات بعض. بس اما في شغلات خلاص يعني متفقين عليها شو ما حنعيد نحن اختراع العجله من اول جديد. في مشروعات موجوده العالم كله ماشي عليها شو فنحن لساتنا هي بنحاول نعممها اكثر ان شاء الله تعالى. ومفادك هي رساله من جيل لجيل يعني المجلس هلا المجلس اللي بعده وكذا شلون يعني شغله ماشيين فيها ان شاء الله تعالى شوي شوي بالتعاون مع الهيئه العامه للتخصصات السويه. لانه بالنهايه طبيب الجراحه وقت عم يطلع في منهاج معين من هيئه التخصصات عم يعني يكون مطلوب منه وفي مطلوب منه تعليم طبي مستمر حتى المستجدات اللي عم تصير وكذا شلون يراجعها شلون. فهي يعني العمليه التكامليه الطب ما صفي. نحن قريت الكتابين قدمت فحص ونجحت وخلصت او كذا شلون. طب عمليه طب بس واللحظه اللي في ما بتقرا فيها انت انت ما توقفت انت عم ترجع تنهار العمل خلف اشكال. فعندما توقف العلم توقف العمل بالجراحه بالذات وبالطب بشكل عام. اكيد دكتور خلينا نحكي عن بعض الحلول والمقترحات اللي طبعا كانت موجوده ضمن هذا المؤتمر. نحن بنعرف انه هذا مؤتمر سنوي. هلا نحن بمؤتمر سنوي 20 يعني كل سنه عن سنه عم بتزيد التعمق بدراسه مشاكل الاطباء الجراحه بمختلف اقسامها. فخلينا نحكي شو حلول والمقترحات لهذا العام. هلا احنا مو حلول مقترحات في نحن المشاكل الموجوده عندنا من اكثر شيء. هلا يعني ما حقول لك ختم ختم بس نحن بظن انه نحن كمشكله سرطان الثدي بشكل عام صار في رؤيه موحده من كل شيء كل الجراحين نحو هذا الموضوع بالذات. عشتوا في عندنا جراحات البدن الاختلاطات التسريب وكذا كمان في قياسات شبه موحده عشتوا بين الجميع انه نحن شو لازم نسوي 1 2 3 4 5 بهالطريقه. عشتوا الطموح مات لك ان احنا نكون مظبطين المشاهد بشكل جيد لمغلق معظم الامراض. انطرح موضوع كثير هام بالمؤتمر يعني هذا بنحب نركز عليه كثير شلون زرع الاعضاء التحديات اللي صارت بسوريا اثناء الازمه كيف شو انعكست على عمليه زرع الاعضاء وتنوعها شلون. الاستاذ دكتور عمار رايح راحه وفي زميلنا الدكتور رأفت جاي من ايران كمان عنده يعني خبره كثير منيحه ودارس
شهادة كتير مرتبة بزراعة الأعضاء كمركز شيراز، كمان عم يحكي شغلات نحن شو نسوي، فنحن نطمح إنه تستقر الأمور أكثر وننطلق بزراعة الكبد وزراعة أعضاء أخرى. هلا بالكلية أوريدي صرنا نشتغل فيها، القرنية عم تشتغل، زراعة النقي شغال، هلا التركيز إن شاء الله طبعا ننطلق بزراعة الكبد وبقية الشغلات إن شاء الله تعالى. زراعة الأعضاء هو شغلة كتير حضارية، عمل كتير رائع، بينقص حياة إنسان أو أكثر من إنسان إذا تفعل برنامج الموت الدماغي، فهي كانت أحد العقبات عم نحكي فيها كذا، نحاول نلاقي حلول شلون، بس نحن طموحنا إن شاء الله تعالى بلدنا وكله إنه نضاهي البقية شلون، يعني اللي عم يشتغلوا مو أحسن منا شلون، إمكانيات موجودة بس بدها شوية تنظيم بمشي الأمور إن شاء الله تعالى. أكيد بالختام دكتور كلمة بتحب توجهها إن كان للكادر الطبي أو حتى للمواطنين؟ هلا ما رح متشكرهم كلهم، والحقيقة أنا اللي تفاجأت فيه الحضور كان يعني أكثر من حمد توقعين رغم البرد والصعوبات وكذا أكثر توقع، وممكن ما بتتخيلي انت مثلا نحن كان ضاغطين الامور شوي صغير شلون، بس انه مؤتمر علمي ضل يعني نهار كامل شلون 14 ساعه والناس لسه متعطشه للمزيد كذا شلون، فيعني بنتمنى نلتقي معهم لقاءات قادمه بتنظيم احسن من اللي صار شلون تمام الحديث، ونكون في معنا محبوحه بالوقت اكثر ان شاء الله تعالى. طبعا نحن حنفعل كثير شغلات على الاونلاين ان شاء الله تعالى، فهي رساله مستمره ان شاء الله. شكرا لكم. شكرا لك دكتور لكل المعلومات اللي قدمتنا اياها، وموفقين بكل المؤتمرات اللي بتقوموها. كل الشكر لك دكتور لكل الكادر الطبي فردا فردا، وموفقين يا رب. شكرا لكم.